ما عندك علاقة. كيف تعرف؟
وهنايا المتتبعين الزهر الصفرجن على هذا الشكل هذا، والمنزل ديالنا هذا راه هو كبير امامكم صالح للسكن. قلنا الضوء والماء موجودين، جوج بيار، ومكان هادئ وجميل ومسيج بأشجار الصابان. ها هو أمامكم، عندنا مساحة فارغة، وكاين بير الفوق، بير ثاني، وهادو أشجار صفرجن. الركيزة ديال الضوء وسط المحل أمامكم، ها هي كاينين جوج ديال الركايز. قلنا 9 ديال الخدامة، 9000 وبعض الأمطار في هذه المنطقة ديال أيتوريبل. شوفوا معايا تبارك الله الخضرة فيما زيتي عينك، كتلقى الخضرة نظرا للمياه الجوفية ديال هذه المنطقة هذه. وقبيلة أيتوريبل بلا ما نقول لكم عليها، راني صورت لكم شحال من مرة فيها من ناحية المياه الجوفية ديالها. راه عندنا من هنايا من كل فن طرف، كل حاجة منها واحد الطرف. ها المشماش، ها الضرا، ها بوعويد، ها التفاح، ها الزيتون، كرموس، أي حاجة حليتي عليها عينيك غتلقاها في هذا المكان هذا. ومكان كما كتشوفوا هذا المنزل صالح للسكن، المكانه ديال الضوء. والشمال عندنا 100 مليون قابلة للنقاش، والأرض ديالنا راه محفظة ومسجلة كما شفتوا معايا. وهذه الفيلا ديالنا كتشوفوها على هذا الشكل، 120 متر، خصها غير الضالة. ها هي أمامكم، وهذا العناب، وهذه ساحة أمام المنزل. وهنا بعض المغروسات كما كتشوفوا على هذا الشكل، أشجار الليمون. وانتم اللي بغى هذه البلاد ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. فيها أغراس متنوعة، أشجار الرمان،
وقلنا البير العمق ديالو ما كيتعداش 20 متر، كيخدم بالبومبا، والمدخل ديال الباب هو هذا اللي امامكم حدا القصب. والارض راها مسيجة بالكامل،